نستمر في شرح الشابتر الثاني والمرتبط بالريلوي ايكونوميكس والاستراتيجيك مانجمنت، ووصلنا الى القسم الثاني وهو سوف نتحدث فيه عن مفاهيم في عالم المحاسبه بالاضافه الى مفاهيم في عالم الاقتصاد والفرق بينهما وكيف نقوم باداره العمليات الماليه بشكل يومي وفهم الخطط الماليه والميزانيات وأكثر من ذلك. إذا تذكر هذا القسم مصمم أن تفكر وكأنك مدير لشركة سكك حديدية كبيرة، وأنت معتاد لأن ترى هذه القيم وهذه الأمور المالية. فلنبدأ. هذا الجزء تم إنهاؤه، هذا الجزء الذي يجب علينا البدء فيه. Railway Economics and Accounting، ما هو المحاسبة؟ ما هي المحاسبة وما هو الاقتصاد؟ الاقتصاد علم يساعدك على فهم العرض والطلب بشكل كلي، بينما المحاسبة هي أمور مرتبطة بتسجيل الحسابات وتقييد التعاملات المالية بشكل يومي. ثم سوف نتحدث عن Assets Valuation، كيف يمكنني أن أقوم بتقييم قيمة السكة الحديدية الموجودة لدي، القطارات الموجود لدي، المحطات، Signaling System، وكيف يمكنني الحصول على قروض أو الوصول إلى أسواق الدين. أيضا هناك ما يسمى بالAssets Management، إدارة السكك الحديدية، وآخر شيء هو الـ Assets Financing Principles، كيف نقوم بتمويل هذه مشاريع السكك الحديدية وكيف سنقوم بإدارتها. أنت الآن وصلت إلى فهم ممتاز من المعرفة، هذا الفهم مرتبط بأنك قادر على بناء استراتيجية، قادر على فهم الاقتصاد، قادر على اختيار إذا كان السكك الحديدية الخيار المناسب لك، قادر على بناء التصميم. الآن أن فعلاً أنت تحاول فعلاً الحصول على التمويل وبناء هذه السكة والقيام بالعمليات المالية حتى تستطيع سداد هذا التمويل أو الاستمرار في شركتك. طبعاً حتى تفهم المحاسبة ضد الاقتصاد يجب أن تكون فاهم بالفروق الأساسية. طبعاً المحاسبة تهدف أن تقدم تقارير مالية دقيقة للممولين، Balance Sheet، Income Statement، Financial Projections، Revenue Projections. هذه الأمور مرتبطة جداً بالشخص الذي يقوم سوف بتمويلك. هل أنت شركة رابحة؟ هل أنت شركة غير رابحة؟ ما هي قيمة شركتك؟ ما هي الديون الموجودة على شركتك؟ ولذلك يجب أن تكون قادر على قراءة البالانس شيت والإنكم ستيتمنت بشكل ممتاز. هنا نلاحظ الإنكم ستيتمنت فيها ريفينيو، العائدات، التكاليف، والأرباح، صافي الربح. هنا البالانس شيت نلاحظ فيها الأسيتس، الأصول الموجودة، أنواعها، ما هي الـ Current Assets، ما هي الـ Property and Equipment، Other Assets، كم قيمة الـ Total Assets، وما هي الـ Liability، كم قيمة الأصول الموجودة لدي، وما هي الديون الموجودة لدي، كم يجب علي أن أدفع للآخرين، ما هي التكاليف الكلية، كم حصص المشاركين في الشركة، شير هولدرز. فهنا تعرفنا عن الأكاونتينج، وتعرفنا على أن الأكاونتينج تهدف إلى عمل القوائم المالية التي تصف حالة الشركة من ناحية مالية وتبني توقعات لها بالمستقبل. أمور مثل العائدات، التكاليف، الخسارة، الأصول. وأنت حتى تكون مدير شركة يجب أن تكون قادر على قراءة وتقديم هذه القوائم المالية بشكل دقيق للممولين.
الآن الاقتصاد مرتبط أيضا بالمحاسبة، إلا أنه يركز أكثر على العرض والطلب، يركز على القيمة الحالية للتمويل، يركز على العائد، معدل العائد على الاستثمار، وسوف أشرح الفائدة، وسوف أشرح كيف أن المحاسبة قد تكون تستخدم بشكل يومي بينما أو شهري، بينما الاقتصاد أو الأمور مرتبطة بالنت بريزنت فاليو والإنترنال ريت أوف ريتيرن مناسبة للنظر بشكل سنوي، لأنها مرتبطة بتغير أسعار الفائدة. طيب، الكثير من شركات السكك الحديدية يأخذ دعما من المؤسسات الحكومية ويصبح رابحا بعد الحصول على هذه الدعم. هو يقوم ببناء شركة سكك حديدية مبنية على العمليات وجمع التذاكر، ولكن يأخذ دعم إضافي من الحكومة أو بعض العقود أو يقوم بالتأجير، مما يؤدي إلى ربح الشركة. فهو يجب أن يقدم بشكل مستمر أوراق مالية وإيضاحات واضحة للحكومة لتوضح مسار الشركة. انظر إلى أمتراك. أمتراك دائما مطالبة أن تقدم للحكومة الفيدرالية أنها شركة رابحة أو أنها تحتاج إلى تمويل، فتأخذ أمتراك قيمة بالمليارات سنويا من الميزانية الفيدرالية الأمريكية. هذا مثلا أمتراك. أيضا في نتورك ريل، أيضا في دول الخليج، مثلا في بالتأكيد وزارة النقل هي التي مولت البنية التحتية للسكك الحديدية في السعودية، أو مثلا الـ RTA هي التي مولت عن طريق المشاريع الجديدة للمتروس. هذا أوليا. طبعا ديبريشيشن ما يسمى بتناقص الكلفة. طبعا أنت أصبح بعد بناء المشروع أصبح لديك جسور، أنفاق، قطارات، محطات أرضية، ولكن هذه المحطات يجب التعامل معها كأصول، والأصول تفقد قيمتها مع الزمن. هذا مصطلح في المحاسبة يسمى التهالك، الإهلاك الاقتصادي. وبالنسبة للسكك الحديدية فيجب تطبيق هذا التهالك الاقتصادي لحساب القيم الحقيقية للمباني. المباني عمرها ما بين 20 إلى 50 سنة، السكة الحديدية عمرها بين 10 إلى 60 سنة، الجسور من 20 إلى 100 سنة. وأيضا من الجيد أن تقوم بفهم ما هي الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها السكك الحديدية. فإذا كنت تريد الحصول على تمويل من بنك دولي مهتم بالبيئة أو بنك مهتم بالتنمية، قد تذكر الأمور المرتبطة بالفوائد البيئية، فوائد للركاب، تخفيف الازدحامات، تخفيف التلوث، التشغيل، زيادة القيمة، زيادة قيمة الأراضي، وزيادة قيمة المناطق المخدومة بالسكة. فبناء عليه تقوم بتجميع جميع الأدلة الموجودة لديك لتقديمها إلى مؤسسة مالية بهدف الحصول على التمويل. الفوائد الاجتماعية الاقتصادية، تهالك الأصول وقيمتها، الأرباح الشركة وغيرها. طبعا بالنسبة للسكك الحديدية الريلوي اكاونتنج سهل. عندك دخل، عائدات. من أين يأتي الدخل؟ دخل مرتبط بالنقل، تذاكر، تأجير محلات، بعض الأمور، تذاكر إضافية أو مبيعات داخل القطار أو أمور أخرى، وعقود مع مؤسسات محلية مثل وزارة النقل أو مثل الفيدرال ريلوي أوثوريتي أو أي وزارة أخرى تقوم بإعطائك منح أو قريبة. طبعا في نان ترانسبورت إنكم، تأجير المحلات، وأيضا هناك منح جرانتس. هاي الريلوي أكاونتينج. التكاليف، تكلفة، عندك تكلفة عمال، تكلفة موظفين، عندك تكلفة مواد، وعندك تكلفة تهالك وإصلاح ومينتنس. هذا بس فهم بسيط أين أرباح الشركة وأين نقوم بالدفع
وكيف يتم الإدارة. هذا فقط خطوات أولية في المحاسبة. Employment of capital، أين أقوم بوضع رأس المال؟ في الفيكست أسيتس، في المباني، في الخدمات الجديدة، tangible investments، في الكرنت أسيتس، ممكن أحطها في أسهم، ممكن أحطها في التمويل، ممكن أحطها ككاش، وأيضا بالإضافة أفهم أين أقوم بتوظيف رأس المال. أيضا أفهم ما هي المتطلبات أو الليابيليتيز، الديون الموجودة لدي. هذا الأمر فهمنا فيه الأمور الأولية المرتبطة بالقوائم المالية، محاسبة السيكاج الحديدية، كيف أقرأ الإنكم شيت، كيف أقرأ البالانس شيت، ما هي الدلائل التي أقدمها للممولين. طبعاً الآن أريد أن أتحدث عن الأسيتس فاليويشن. والأسيتس فاليويشن تقييم قيمة الأصول، تمام؟ فقيمة الأصول هي assets تساوي الأصول liabilities plus equity، الديون زائد قيمة الأسهم أو قيمة الحصص. فهناك عدة طرق لتقييم الأسيتس، وإحنا درسنا أن الباثتب كيرف أحد الأمور المرتبطة. طبعا هو عادة يقيم الأسيتس بناء عن كم تم الدفع عليها. الأسيتس لايف سايكل، قبل ما أشرح الجراف، الأسيتس لايف سايكل تبدأ باستثمار أولي initial investment، من ثم أقوم بالتشغيل والصيانة وأقوم بتجديدها أو تطويرها، ومن ثم أقوم بإعادتها أو التخلص منها. هاي أي شارع، أي جسر، أي مبنى، أي سك، أي جهاز لازم يمر في هذه العملية. أشتري، أشغله، أسوي له صيانة، قد أطوره أو أبيعه، أو قد أطوره أو بالنهاية أبيعه أو أتخلص منه. هاي الأسيتس لايف سايكل. الأسيتس فاليويشن، طب كيف أقيم قيمته؟ والله كلفنا أوريجينال كوست، الكلفة الأساسية، والله بعد ما كلفنا بعدين ضفنا عليه قطع أو غيرنا قطع أو طورنا في السيستم، وكان هذا النظام شرينا قطع مستعملة، replacement value used، replacement value new، أو تكاليف أخرى. فهنا تقوم بالتقييم بناء كم كلفك هذه الأسيت. طبعا كل أسيتس حتى تخدم في أي مكان فهي تخضع، تحدثنا عنها سابقا، إلى بعض الأعطال. وكان من بعض الأعطال التي تقول أن الكثير من أعطال السكك الحديدية تنشأ في البداية، مثل الرجل يحتاج إلى صيانة، يبدأ بالتعطل ومن ثم يصبح ثابتا على مستوى عالي من الجودة، لا يتعطل، ومن ثم يعود للتعطل مثل أي جهاز. في بداية حياته هناك صعوبة في استخدامه، هناك أعطال مرتبطة بالتعلم، أعطال مرتبطة في الأول في البداية، ومن ثم نصل إلى طريقة عملية في استخدامه، نقوم باستخدام هذا الجهاز أو هذا النظام بشكل جيد، ومن ثم يعود للتعطل من جديد. إلا أنه ما اكتشف الكثير من اكتشافات نولان وهيب أن هذا فقط ينطبق على 4% من الأصول، وأن حقيقة السكك الحديدية هي أقرب لإنفنت مورتاليتي، اللي هي في بداية الاستخدام السكي. هناك الكثير من الأعطال ولكنها تبقى مستمرة، تبقى تعمل بشكل فعال إلى شكل كبير، وهناك بعض الأجهزة تكون فعالة من البداية إلى النهاية، وبعض الأجهزة تكون في بدايتها أعطال بسيطة ومن ثم تكون ممتازة، والنهاية طبعا في أجهزة تتعطل مع الزمن wear out، أو تتعطل مع الزمن الطويل. فبالنهاية حقيقة أن تتوقع أن الأعطال سوف تحدث على المدى الطويل في السكك الحديدية، هذا يحدث فقط في 4%. فما لديك من أصول تقوم بالإبقاء عليه، وفقط تقوم بإيصاله إلى مستوى عالي من الخدمة. هذا هو
الأمور المرتبطة بالأعطال. فهناك أعطال مرتبطة بالعمر وأعطال عشوائية age-related وأعطال عشوائية 89% من الأعطال. فأنت لا تفكر كثيراً من أعطال الأعطال وتكاليف الصيانة أن هذه الأعطال في السكك الحديدية مرتبطة بالعمر، لأنه في بادئ في كثير من الأحيان العمر والأعطال المرتبطة بعمر الأصل فقط تمثل 11% وكثير من الأعطال عشوائي. هذه هي الخلاصة. الآن نتحدث كيف نقوم بإدارة هذه الأصول Assets Management. وحتى تقوم هذه Assets Management تحتاج إلى استراتيجية. نحن تحدثنا عن الاستراتيجية في البداية، ولكن أنت تحتاج إلى استراتيجية لإدارة الأصول. الآن قدمنا الأوراق المالية، حصلنا على التمويل، بلشنا نقوم بتقييم، عملنا الأسيتس فالويشن، عرفنا الأسيتس فالويشن. الآن أريد إدارة هذه الأصول، أريد إدارة هذه الأصول بحيث تبقى لدي على المدى الطويل. أقوم بالذهاب إلى ستاندرد باس 55، وهو من الانستيتيوت أوف أسيتس مانجمنت، وأنا كنت أحضر الكثير من مؤتمرات هذه الانستيتيوت، وأقوم بتطوير استراتيجية الأسيتس الخاصة فيا. فكوربريت اورجانيزيشن مانجمنت، في عندك اداره على المستوى العالي، في عندك مانج اسيت بورتفوليو، وفي عندك مانج اسيت سيستمز. كرييت اكواير يوتيلايز مانج اسيتس مينتين رينيو اند ديسبوز. هذه الامور الاوليه المرتبطه في اي استراتيجيه للاسيتس مانجمنت. كوربريت اورجانيزيشن مانجمنت، مانج اسيتس بورتفوليو، مانج اسيت سيستمز، create, acquire, utilize, manage assets, maintain, renew, dispose. Capital investments, optimization and sustainability planning, sustain performance, cost and risk optimization, optimize life cycle and activities. هذا الأمر الأساسي المرتبط بالباس 55 assets management. أن يكون لديك أهداف استراتيجية، تقوم بعمل توجيه الكابيتال للأسيتس التي تحتاجها، تقوم بعمل أنظمة إدارة الأسيتس، تقوم بالحصول على هذه الأسيتس، توظيفها واستخدامها بشكل جيد، صيانتها، ومن ثم التخلص منها. فهنا نلاحظ أن هذه الثلاث أربع أقسام تمثل الأسيتس لايف سايكل. نفس الشكل حتى تفهمه بطريقة جديدة، هنا نبدأ بالأورجانيزيشن استراتيجيك بلان، هون فوق كيف نقوم بعملها، ضغوط مستثمرين، بعض الأمور المرتبطة بالقوانين، الزبائن، والوضع البيئة الاقتصادية. أقوم بإدارة الناس والمنظمة، أقوم بعمل استراتيجية وأخطط لها، أقوم بإدارة الأصول، ومن ثم أقوم بالحصول على هذه الأصول، تشغيلها، هاي الأسيتس لايف سايكل، صيانتها والتخلص منها. هذا معتمد على مجموعة من الأسيتس انفورميشن، ما أعرفه عن الأصول الموجودة لدي، ومن ثم أقوم بتقييم المخاطر ومراجعتها، وأعود لتطوير الاستراتيجية. هذه السلسلة التي تستخدم بشكل عام في الأسيتس مانجمنت. الباس 55 عندهم طوروا كثير في الانستيتيوت أسيتس مانجمنت، بيست براكتس في الاندستري، بيست براكتس في الاويل اند غاز، بيست براكتس في الريل، بيست براكتس في الالكتريفيكيشن، بيست براكتس في مجموعه من الاسيتس. وحقيقه قابلت شخصيات مختلفين يعملون في هذه في هذا المجال، وكان لدي حضور مستمر للانستيتيوت اوف أسيتس مانجمنت. الاسيت فاينانسينج، الان كيف اقوم ب تمويل هذه الأصول؟ طبعاً Asset Financing Principles and Project Financing، كيف أقوم بتمويل هذه الأصول؟ الآن أصبح لدي قوائم مالية جيدة، أفهم قيمة الأصول، أفهم كيف أديرها، أحتاج إلى التمويل للحصول على هذه، على أحتاج للتمويل للحصول على هذه الأسيتس. في عندك أول أمور مرتبطة يجب أن تقدمها بأداء الشركة إذا كانت الشركة قائمة. Turnover العائدات، وissued shared capital، وهذا العائدات مهمة.
debt finance كم حجم القروض الموجود لدي، وهل تحتاج إلى قروض بناء عن بيع أسهم. equity finance free cash flow كم كمية الكاش فلو الموجود، الأرباح وهل بتوزع أرباح أو لا. هذه company performance ratio هاي موجودة في أي شركة، نحكي شركة عامة. في عندك financing of railway projects تمويل المشاريع الكبيرة، ممكن تحصل على قروض حكومية أو قروض من بنوك، أو ممكن تمولها بالدين والبونز، تروح على البونز ماركت وإشي يور بونز، أو convertible loan stock اللي هو يكون عبارة عن قرض إذا ما قدرت على سداته ينتهي بالتملك. فهذا long term finance. ما هي خيارات long term finance؟ debt finance عن طريق الديون، equity finance أني أبيع حصص، أو retained profits أني أحصل على هذا التمويل من الأرباح الموجودة لدي. هيك أكون أنا قمت بتمويل الأصول الموجودة لدي بشكل واضح. الآن القسم الأول والقسم الثاني، فهمت أنت كيف أبني استراتيجية وما هي الأمور التي أقوم بفهمها وأين أبحث لأقوم بتطبيق إدارة ممتازة في مجال السكك، في مجال إدارة وصيانة السكك الحديدية. فقط عودة على موضوع الـ Net Present Value التقييم. الآن أنت تريد أن تأخذ قرض، فمثلا هذا القرض يكلف Initial Cost of Investment قيمة معينة، يجب عليك أن تقوم بحسابات تسمى Net Present Value والـ Internal Rate of Return. فأنا أعرف أنه سوف يكلفني مثلا مترو سيستم 3 مليار، سوف يدخل عائدات علي 5 مليون مثلا، عفوا 3 مليار سوف يدخل علي عائدات بقيمة 200 مليون سنوي، 200 مليون 200 مليون 200 مليون 200 مليون 200 مليون 200 مليون، ومن ثم أقوم بالتخلص منه أو بيعه. صعب أنك تتخلص منه أو تبيعه، ولكن salvage value ممكن أنه يفقد قيمته. فأنت حتى تقوم بهذه الحسابات يجب أن تعرف the time value of money، قيمة 3 مليار في هذا الزمن، وتقوم بإضافة عليها حسابات الفائدة والتي تزيد كل سنة عن سنة. فهنا أقوم بحساب النت بريزنت فاليو، وأقوم بحساب الانترنال ريت اوف ريتيرن، معدل الذي معدل الحسابات. وهذه في الانجينيرينج ايكونومكس، أي مادة في الجامعة انجينيرينج ايكونومكس بدرسوا هذا الموضوع، وتقوم بتقديمها ضمن دراستك التمويلية. طيب انت بدك تمويل لإيش؟ بعض الأحيان بدك تبني رولينج ستوك، بدك تبني تطور السيجنالينج سيستم الموجود عندك، بدك تبني خط جديد، بدك تعمل ستيشن ريتيل ديفلوبمنت، بدك تبني منطقة تجارية داخل المحطات. الفاينانس للرولينج ستوك ممكن يكون كويس، لأنه بالأخير ممكن انت تحصل على الرولينج ستوك نفسه وتبيعه، الريسك قليل، مثل تشتري الباصات أو تشتري المركبات، يعني ممكن يتم استخدامه وإعادة تدويره. الفائدة للشعب، يعني الفائدة الأولية أنه عربات جديدة، بس هل فعلاً حيكون في فائدة حقيقية تمويلية؟ هذا نوع من أنواع المشاريع في السكك الحديدية، شراء رولينج ستوك، بس هو فقط مشروع شراء رولينج ستوك. سيجنالينج، أن أنا بدي أطور نظام السيجنالينج، مشكلته جود، هو جيد إذا تم تحقيق النتائج. الخطر أنه أول إشي ممكن التكنولوجي ما تشتغل معك، وممكن صراحة أنه يعني صعب أنك تبيعه، أو صعب أنه يخلق لك عائدات. الفائدة للشعب ممتازة، لأنه بحس أنه هو صرت تتحرك قطار كل 5 دقائق أو كل 3 دقائق. خط جديد كامل، التمويل جيد بس ماركت محدد. إذا فشل هذا المشروع، إذا فشل هذا الخط، ما كان عليه ديماند، يعني في مشكلة كبيرة. المخاطر تبعته يحتاج إلى تخطيط كبير جدا. البابليك بينيفيت، نعم ممكن يكون بابليك بينيفيت جيدة. تطوير محلات تجارية في منطقة معينة، العائدات عالية جدا، الخطر متوسط، والفائدة للناس مقبولة. هذا كان حديث سريع في الـ assets management وفي الـ
في الاكاونتنج وفي الايكونومكس، وكيف انت كمدير شركه بنيت استراتيجيتك. الان وضحت انك انت تفهم الامور الاساسيه في كيف تدار الاصول وكيف يتم تمويلها، والان انت تطمح لتطوير هذا الامر وتطبقه على ارض الواقع. مساءكم سعيد ونراكم في فيديو جديد. سلام.